شهدت مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق عرض مسرحية سبيليات إسماعيل للمؤلف الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل. ليجسد هذا العمل المسرحي مشاركة دولة الكويت في فعاليات مهرجان أربيل الدولي للمسرح بنسخته الخامسة الذي تنظمه وزارة الثقافة بإقليم كردستان العراق. رئيس الوفد الكويتي المشارك أكد أن هذا العمل يمثل توليفة ثقافية مشتركة العناصر. هذه المشاركة هي تقريبا توليفة من لقاءات وحوارات ثقافية بين العراق وبين العراق والكويت. إذا اتجهنا بالاتجاه الآخر في محتوى تفاصيل النص، نجد بأن الروائي كتب عن قصة امرأة كانت تعيش في البصرة قد التقى بها في وقت ما، لذلك سخرت جميع الجهود من أجل أن يكون هذا العمل هو عبارة عن رسالة التآخي بين الشعبين العراقي والكويتي، بين الشعب الكويتي وكردستان هذا الإقليم العزيز على قلوبنا دائما. وحظيت مشاركة دولة الكويت في هذا المهرجان بترحيب من القائمين عليه. نحن مع شعب الكويت، هم أخوة، ونحن دائما نقول هم أهل الدار ونحن ضيوفهم، فإحنا سعيدين بوجودهم في هذا العرض، سعيدين أيضا أن يكون المؤلف هو الكاتب الكبير إسماعيل اللي فقدناه قبل فترة، سعيدين أنه اليوم يقدم عمل إلى ونشاهده. وسبق لدولة الكويت أن سجلت حضورا في الفعاليات الثقافية المقامة في إقليم كردستان العراق، من أبرزها مشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب الكويتي في معرض أربيل الدولي للكتاب. عمل مسرحي يروي أحداثا وقعت في إحدى القرى جنوبي العراق، لكن من يقوم على إنتاج هذا العمل طاقم فني من دولة الكويت ليكون تجربة جديدة في التعاون والتقارب الفني والثقافي بين دولة الكويت وجمهورية العراق من خلال مهرجان أربيل الدولي للمسرح. من أربيل بكردستان العراق، عاصم الحمداني، تلفزيون دولة الكويت.